وأنتم ماذا تفعلون؟ يعني ذهبتم أعتقد إلى الحدود، رأيتم اللاجئين السودانيين، ماذا يمكن أن تفعلوا هناك؟ حسنا، نحن نحاول أن نقدم الدعم المطلوب ونعمل عادة عبر شركائنا. المفوض الأعلى كان في الحدود السودانية المصرية قبل نحو أسبوع، نعمل عن كثب مع الهلال الأحمر المصري، وهناك يمكن أن نقدم الماء وكذلك مآوي للمبيت وبعض المنشآت للاستقبال والإيواء. والوضع خطير وصعب، هناك من يجد صعوبة في الوصول إلى الحدود، والآن هناك نظام جديد أنشئ وهو بسبب التأشيرة المفروضة، هذا يصعب الوضع أكثر على الذين يريدون عبور الحدود، ولذلك نحن سندافع عن إبقاء الحدود مفتوحة لأن الأمر يتعلق بحياة أو موت. وكذلك مصر وتشاد وجنوب السودان ودول أخرى لها المسؤولية باعتبارها دولا جارة في هذه الحالة، وهذه الدول أيضا تحتاج المساعدة والدعم، ولذلك نحن أطلقنا استجابة بالتنسيق مع الأمين العام للأمم المتحدة وكذلك فرق الاستجابة السودانية ليكون هناك 3 مليارات دولار يوم الاثنين، وهذه الأموال ستذهب أيضا إلى مصر وتشاد والدول الأخرى مثل جنوب السودان، لأنه لا يمكن لهذه الدول أن تفعل كل شيء لوحدها، تحتاج إلى دعم دولي ونريد أن نكون معهم.